أقام معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين غير المقيم لدى مملكة هولندا حفل استقبال ومأدبة غداء في مدينة لاهاي بمدينة هولندا، وذلك بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. حضر الحفل مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية الهولندية، المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة، وعدد كبير من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في لاهاي، والأكاديميين والصحفيين والمسؤولين بالحكومة الهولندية. أشار معالي السفير إلى الأهمية التي توليها مملكة البحرين لتعزيز التواصل القائم مع الحكومة الهولندية، وبخاصة في ظل استضافة لاهاي كمقر لعدد كبير من المنظمات الدولية، مع التأكيد على التنسيق القائم بين الدولتين في المحافل الإقليمية والدولية. وخير مثال المشاركة الفاعلة لهولندا في حماية أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة. أكد معالي السفير كذلك على المنجزات المحققة في مملكة البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، وبخاصة في مجالات تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا ودعم الشباب وتعزيز دور مملكة البحرين الريادي في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتجربة مملكة البحرين الرائدة في المنطقة لتعزيز التسامح بين الأديان.